سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله 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 يا 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 الله 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 يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا وندمنا على ما فعل الله ورجعنا إلى الله وندمنا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربوانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وتمم تقصيرنا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، وبارك لنا أعمالنا، وبارك لنا أسرتنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أفعالنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini, dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi-bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau, selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan
mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini, kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.